السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم، الف مرحبا. انا عدت لكم من جديد ان شاء الله في الفيديو هذا اللي غنهضروا فيه على الدي تي اف. الدي تي اف هو هذا، واللي ما كيعرفش الدي تي اف هو هذا. الدي تي اف والدور ديالو كيفاش كيخدم وكيفاش الطريقه ديال العمل ديالو على التيشيرتات وعلى اي حاجه، هذا الشيء اللي غنشرحوه في هذا الفيديو ان شاء الله. هانتوما الاخوان كما كتعرفوا الدي تي اف هو عباره عن فيلم بلاستيكي بحال هذا، وكيتطبع على الجهه اللي حرشه، يعني الجهه اللي رطبه ما كتطبعش، كتطبع على الجهه حرشه كتكون من هنا، هي اللي كيدوز فيها لامبريسيون. غير اللي كيتميز هاد لامبريسيون هادي على الطباعات الاخرى هي هادي، كتطبع بالابيض، كتجي واحد الطبقه بالابيض من هنا، ومن بعد من فوق هاد الطبقه هادي اللي في الابيض كيجي من فوق منها واحد البودره، هاد الغبره هادي، هادي مطلق. هاد الغبره هادي غاليه شي شويه صراحه، وكيستعملوا الغبره اللي رقيقه اللي بون كاليتي بوليمير، هي اللي كتدار هنايا. من بعد كيدوزوها بالايرشو او بالهيت غان، المسدس الحراري، باش كيذوب هذيك البودره اللي عامله بحال الكولا تقريبا، بحال الغراء، كتلصق على الطبعه او الامبريسيون ديالنا. باش من بعد ملي كنجيو نطبعوا كيتطبع غير فقط الشكل، ما كيتطبعش هاد الزوائد هادو، ما كيطبعوش. يعني هادي احسن من السيريغرافي وبزاف ديال الحاجات. السيريغرافي نورمالمون الا بغيتي تطبع هادي خصك كوادري، خصك بزاف ديال الحاجات. وانا توكل على الله اخواني اخواتي، الان سوف نصنع آلة لطباعة الدي تي اف. ماذا سوف نفعل؟ ان شاء الله سوف ناخذ آلة طباعة L805، طابعة L805، وكما تلاحظون L805 يعمل فيها 6 احبار، يعني الاصفر والاسود والازرق الفاتح والماجنتا فاتحة وماجنتا وازرق سيو. الان سوف نزيل هذه يعني الغطاء على علبه الاحبار، ومن بعد سوف ناخذ احبار الخاصه بالدي تي اف. اقول لكم اخواني اخواتي، هذه الاحبار تكون خاصه بالدي تي اف. اذا كنت سوف تعمل على سوبليماسيون، سوف يعني تعبئ هذه علبه الاحبار باحبار السوبليماسيون، ولكن اذا كنت سوف يعني تعمل على الدي تي اف سوف تعبئها باحبار الدي تي اف. والان احبار الدي تي اف بالمناسبه متواجده عندنا في ستور، سوف اترك لكم موقع اذا اردت ان تشتري الاحبار الدي تي اف، موجوده عندنا ان شاء الله في موقعنا، سوف اترك لكم في الشاشه. وكما تلاحظون اخواني اخواتي، اللون الفاتح لماجنتا فاتحة والسيون فاتحة هو الذي نعبئه بالألوان باللون الأبيض، ومن ثم الألوان الأخرى نعبئها في مكانها المناسب، يعني الأزرق في الأزرق، أحمر أصفر أسود. سوف نعبئ عندما سوف نعبئ، كما تلاحظ العلب الوسطى، علب الأحبار تعبأ باللون الأبيض. طريقة سهلة صراحة، طريقة سهلة، يعني أي طباعة مثلها كمثل الطابعات الأخرى. والآن إخواني أخواتي سوف نفتح غطاء الطابعة إبسون L805. بالمناسبة هذه الطابعة فهي للـ A4 أو الـ A4، يعني حجم صغير، يعني حجم متوسط، حجم الأكات انترناسيونال معروف. مهم، الآن سوف نفتح هذا البرغي، والآن إخواني أخواتي سوف نقوم بسحب هذه العلب، علب الأحبار سوف نقوم بسحبها كما تلاحظ، فالطريقة جد 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 سهلة. وبعد ذلك سوف نقوم بشفط الألوان أو شفط الأحبار التي قمنا بتعبئتها من قبل. تلك الأحبار التي قمنا بتعبئتها من الجهة الأخرى سوف نقوم بشفطها حتى تمتلئ هذه العلبة كما تلاحظ في الصورة، ولن تزيد شيئا من رأسك كما تلاحظ، حتى تلاحظ أن اللون قد امتلأ وقد شفط حتى الحقنة بالحقنة، مفهوم؟ وبعد ذلك سوف نقوم بإرجاع هذه العلب، سوف نقوم بملئها بكاملة كما تلاحظ هنا، يعني كل شيء واضح.
وسوف نقوم بإرجاعها إلى مكانها المناسب. وبعدما نقوم بتعبئة الكل سوف يعني نرجع كل شيء في مكانه وندخل إلى جهاز الحاسوب ونقوم بإعدادات خفيفة. الكل يعرف إعدادات إبسون يعني سهلة جدا. ندخل إلى الحاسوب ونضغط على Print Setting Preference, Printing Preference معروفة جدا. وندخل إلى Maintenance أو صيانة الآلة ونضغط على Power Ink Flushing. Power Ink Flushing يعني ماذا يفعل هذا؟ هذا كما تعلم فهذا يمتص الأحبار أو يدخل الأحبار في رؤوس في رأس الآلة في رأس الطابعة إبسون L 805. وننتظر قليلا إخواني أخواتي. وإذا كنت جديدا في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة لأننا نقوم بلايفات كل جمعة إن شاء الله بإذن الله. وكما تلاحظ إخواني أخواتي هذا البرنامج فهو خاص، سوف نتحدث عنه في فيديو لاحق إن شاء الله بإذن الله. وكما لاحظتم فإننا أدخلنا ورقة DTF في الآلة وبدأنا بطباعتها. كما تلاحظ الطباعة جودتها عالية جدا ومعترف بها، وإبسون معروفة بالجودة العالية جدا جدا جدا. والآن ماذا سوف نفعل إخواني أخواتي؟ سوف نذهب ونأخذ هذه الكولا أو الغراء، فهو كما تلاحظ هذا غراء بوليمير اسمه البوليمير، يباع عند إذا أردت أن تشتري فسوف تجده إن شاء الله في موقعنا الذي سوف نظهره على الشاشة. والآن إخواني أخواتي سوف نستعمل الهيت غان أو المسدس الحراري. لماذا؟ لتثبيت تلك ذلك الغراء على الرسمة. هل فهمت ذلك؟ يعني ذلك الغراء يذوب بالحرارة ويلتصق في الرسمة بالحرارة. ويمكنك استعمال أيضا الميكرو أوند للاستعمالات الذي يستعمل في المطبخ لتسخين هذه الرسمة. وبعدها سوف نضع ما طبعناه على التيشيرت. على التيشيرت بعدها سوف نكبسه بالمكبس الحراري لمدة تتراوح ما بين 10 ثواني، 15 ثانية، 20 ثانية. فعندما نقوم بالضغط عليه بالمكبس لا نزيله على الفور، لأن الدي تي اف لا يعمل كالفليكس أو الفليكس امبريمابل أو أنواع أخرى من الطباعات. فبالنسبة للدي تي اف فيجب عليك أن تتركه حتى يبرد وبعدها تقوم بإزالته لتكون الطباعة قد تم تثبيتها بالكامل. وكما تلاحظ إخواني أخواتي ها هي التيشيرت جاهزة، والآن سوف نقوم بإزالتها إن شاء الله حتى تبرد. سوف ننتظر من التيشيرت حتى تبرد وبعد ذلك سوف نقوم بإزالة البلاستيك أو الفيلم الدي تي اف. وأخيرا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك، وشكرا على المشاهدة.